شيخي أستاذي، لأني طالب علم، وأنا طالب علم ما أتأدب مع الملائكة التي تأدبت معي. عندما تتأدب مع أستاذك، أستاذك ما يتأدب معك. هذه عادة المدارس، فقط الطالب يتأدب مع الأستاذ. يعني ما رأينا شيخ يقبل الطالب، ما نوادر هذا، اللهم يفعلها ولي فقط، أولياء يعملون هذا. لكن السنة أن الطالب يتأدب مع الأستاذ في كل مكان، في كل مكان في بلاد العرب والعجم. ولذلك يتم التركيز على تعليم الطلاب الأدب، ودائما الأدب مع من؟ مع الأستاذ. علمناهم يتأدبوا مع الأستاذ، هذا شيء جيد، هذا شيء حسن، هذا جميل، هذا من الدين. لكن لماذا لم نعلمهم ما هو أجمل، ما هو أهم؟ علمته يتأدب مع الأستاذ أو معك، مع نفسك، لما لا تربيه على أن يتأدب مع الملائكة التي تأدبت معه قبله؟ لما لا يتواضع للملائكة ويستحي منها في خلوته وقد استحت وتواضعت الملائكة منه؟ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. الملائكة معصومة، ما عندها ذنب، طاهرة منورة، خلقت من نور، هي نور، وتتواضع لك أنت المذنب العاصي السفيه وتستحي منك، وأنت ما تستحي منها. أنا ما أستحي منها، وأنت ما تستحي منها، نحن ما نستحي منها، ما نتأدب معها. لكن نتأدب مع من يعلمنا ويدرسنا. غاب عن كثير من الأساتذة هذا الدرس، لأنهم أصلاً لم يتأدبوا مع الملائكة بهذا الدرس، لأنهم أصلاً ما أعطوا وقت كافي لأن يتعلموا العلم الذي هو ثمرة هذا العلم. راحوا قرأوا الحواشي، قرأوا المتون، قرأوا الكتب، درسوا، تكلموا، ولكن ما تعلموا الأدب، أدب العلم الحقيقي، وهو مخافة الله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما، والله قبل ذلك قرن بينهما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل خشي العلم؟ سواء، يخشى علماء. النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. يجتمع دائما سواء، لابد للعلم أن يكون مقرونا بالخشية، ولا بد للخشية أن تكون مقرونة بالعلم. عندما يكون هكذا، نحن أخذنا ثمرة العلم، نحن على الطريق الصحيح، نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، والحمد لله نحن نسير على الصراط المستقيم. لماذا تقول وأنت تسير؟ لأننا نريد الزيادة. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. ليس نقول لأننا لسنا على الصراط، نحن على الصراط، ولكن نريد الزيادة من رحمة الله. هذه ثمرة العلم، هذا الأدب الذي فقدناه. ولذلك شوفوا مدارس كثيرة، دور كثيرة، أساتذة كثيرين، دعاة كثيرين، اليوم برامج كثيرة، كاميرات كثيرة، فضائيات كثيرة، ولكن بركة قليلة. والسابقون هؤلاء الأموات ما كان عندهم هذه الكثرة، ولا نصفها ولا ربعها ولا عشرها، ما عندهم، عاشوا فقراء زهاد، يمشون بأقدامهم لطلب العلم، يتعبون في أكلهم، في خبزهم، في طعامهم، في منامهم. طلاب ما عندهم من النعم عشر معشار ما عندنا، ولكن كانت بركتهم كثيرة، لأن الله آتاهم ثمرة العلم،
وهو الخشية من الله. الأدب الذي نحتاجه في مدارسنا ليس أدب مع الأستاذ. نحن لسنا حكومة نصنع أساتذة وزراء نخضع لهم ونتأدب معهم وننفخ بهم ونكبرهم ونجاملهم. عادة العلماء إذا كانوا أتقياء فقراء متواضعين، أدابهم من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحون من طلابهم. إذا الناس سلمت عليهم يستحون، يقبلون يدك وأنت في قلبك تقول إيه سترتني حتى جعلت الناس تحترمني. أهل خشية. اليوم نحن ما نحتاج أن نعلم الطلاب الأدب مع هذا الأستاذ ومع هذا. نحن ما لا يتأدب معي طالبي، ما أريد يتأدب معي، ما أريد هذا الأدب. الأستاذ العاقل يتنازل عنه، ما أريد، أريد فقط تتأدب مع الملائكة. إذا خلوت تتأدب خلص مع الله، ما أقول لك تأدب مع الله حتى هذا أنت من الأولياء، لكن تأدب على الأقل من مع الملائكة. الملائكة تنظر إليك. والله قرأنا في سير الصالحين، العلماء الصالحين كانوا يستحون حتى في خلوتهم إذا غيروا ملابسهم لأن الملائكة تنظر إليهم. والله إذا دخل الحمام هو يستحي من نفسه، يستحي، والله يستحي. إذا خلى بزوجته يستحي، والله يعيش عمر وسنين زوجته ما ترى عورته يستحي. وإذا يريد يغير ملابسه ما يغير ملابسه أمام زوجته حتى تخرج أو يقفل الباب على نفسه. أهل حياء تربوا على الأدب الصحيح، فكانت يعني ليس كلماتهم نورا، كان صمتهم نور، كان النظر إليهم تربية وتزكية وذكر لله سبحانه وتعالى. هذا الأدب الذي نحتاج إليه ونحتاج أن نتأدب به ونترضى عليه كي نجد ثمرة هذا العلم. العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، هكذا قال إمامنا الشافعي رحمه الله ورضي عنه. شكوت إلى وكيعي سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أخبرني وأنبأني وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. غفر الله لي ولكم، وأصلح الله حالي وحالكم، ورزقني وإياكم ثمرة العلم ومخافته وخشيته، وستر الله علينا وأصلح أحوالنا وأجرى ألطافه الخفية فينا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، وفي تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم.